يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، فهمت من الدرس السابق أن من قدم عليا على أبي بكر أو عمر أو عثمان في الفضل فإنه لا يضلل، وقد ذكرت لا إيش؟ فإنه لا يضلل. ما قلت هذا يا أخي، لا يضل إلا يضلل لكن لا يكفر. نعم. وقد ذكرتم حفظكم الله في شرح الواسطية أن من قدم عليا على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما لو قدمه أنا أقول هذا، أقول يضلل لكن لا يكفر. ما آفت الأخبار إلا رواتها، يخط في الكلام ويقول أنت قلت كذا وكذا. نعم. أما إذا قدمه على عثمان فإنه خلاف الراجح لكنه لا يضلل. هذا نعم، إذا قدم على أبي بكر وعمر فإنه يضلل، أما إذا قدمه على عثمان فهذا محل خلاف، فيخطأ، يخطأ ولا يضلل. نعم.